قطاع الصحة في تونس اليوم شنو أحواله؟ هو صحة ونقص صحة تعب برشا، وهذا ماهوش جديد لأنه شيء من الاستراتيجية، شيء من العباد زادة، والإدارة الإدارة فهمتني بصراحة تعب برشا في تونس، الإدارة تعب برشا لأنه هي صحة إنسانية قبل كل شيء، لكن برشا تعوزهم الإنسانية، يخموا على الفلوس أكثر من الإنسانية. هذا فهمتني كيفاش؟ كيفاش؟ لأنه لا 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 لا. أنا ها مش نعطيك مثال، أنا بنتي مازالت كي ولدت حبت تولد في الكلينيك، طلبوا عليها فهمتني شيك ب 30 مليون كوسيونمون، وهذا في القانون ممنوع. تتلز باش تمشي للسبيطار، وها نقول لك حاجة بكل صراحة زادة فني أنا عملتها، ما تمشي للسبيطار لما يكون عندك شكون راه، خاطر فهمتني ما يخدموكش كيما وقت اللي تكون فهمتني قريب وإلا عندك شكون يوصلك، كيما إنسان جاي هكاك من الهواء. الله غالب هذا على هذا، علاش قلت لك فهمتني انت قلت لي كيفاش، ها وعطيتك مثال لان مازال كي صار علي. يعني الصحه اذا ما عندكش فلوس كانت مشيت للكلينيك فهمتني راهو باش اسعار باهظه برشا. ما هاني قلت لك والله العظيم فهمتني 30 مليون كوسيونمون، هذا معقول؟ مرا باش تولد بنتي، هي بنتي باش تولد فهمتني سيزاريان، ها كوسيون مو 30 مليون بون في الاخر بالكل قداش ما نعرفش، ما معقول هذا؟ معقول مش معقول بالضبط، هذا هو هني هذاك علاش قلت لك راهو الصحه بصراحه تعبه برشا، تعبه زاده من المواطن. المواطن علاش المواطن ما 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 نونشالون؟ المواطن المواطن ماهوش واعي فهمتني، ولو انه فهمتي الحمد لله فهمتي وصلنا لمرحله باهيه فهمتني. المواطن كي يدخل يكسر ولا يضرب ولا يعمل حاجات خايبة، هذا الكل يرجع بالمضرة ما يرجعش بالمنفعة فهمتني الحق. وكي تجي تشوف نشوفوا في بعض الجهات مشيت يصير اعتداء على الطبيب ولا الممرض، باش نقول لك وهذا الكل ساعة لساعة راهو فهمتني ممكن من لما كي تخرج كي يخرج فهمتني من أعصابه ينجم يصير هذا، يعني منطقي ساعة لساعة راهو يولي منطقي، ولو انه فهمتي راهو مش معقول ماهوش باهي فهمتني احقاقا للحق. وهذا الكل راهي نجي نقول لك بنتي العزيزة راهو استراتيجي دي استراتيجي فهمتني قدم ياسر، والناس اللي تحب تصلح قليل. شنو المطلوب للنهوض بالقطاع هذايا معناها؟ صحيح ناس وطنيين، ناس تحب البلاد كيما توا فهمتي الوقت الحالي نبع علينا برئيس فهمتي قيس سعيد الله يرحم والديه، ان شاء الله به هو فهمتي نوصلوا همني كيف هو نوصلوا باش نحطوا التراع السكه، مش همني راه احنا ماناش توا فهمتي باش نخزروا البعيد، احنا فهمتي نبداو احنا باش نعاونوا. انت لازم تحضر الاراده معناها سير مال شنو، اذا كان ما تكونش وطني وتحب بلادك راهو فهمتي وتعلم صغارك من الصغرى فهمني هذا الشيء هذا ما تنجمش تخلط، راهو ما تنجمش تخلط، راهو كي تحب بلادك خير من اللي تحب الفلوس، راهو الفلوس ما تدومش، الفلوس فما بلدان خلقت الثروه وفما بلدان عندها الثروه وما تسوى شيء، صحيح ولا هي احنا يلزمنا نخلقوا الثروه، نخدموا نخلقوا الثروه، نعلموا اولادنا فهمتني التعليم الصحيح ونعلموا لهم اللغه الاجنبيه باش نغلبوا هالجانب اللي يعاربوا فينا، نغلبوهم بلغتهم اولادنا يلزمنا نعلموهم اللغه الاجنبيه الانجليزيه فهمتني والمعلوماتيه والشيء اللي توا فهمتني هما مسيطرين عليه، يلزم يكون عندنا. شكرا لك يا عايشك.